رحاب حنان وكاتبة الوطنية لمنظمة نساء الاتحاديات. منظمة نساء الاتحاديات فاتحة ورش ديال مراجعة شاملة لمدونة الأسرة. هي اليوم في تدير الجلسات ديال الاستماع بالفاعلين والفاعلات في هذا المجال، حقوقيون، محامون، رجال ونساء العدالة، سياسيون. الهدف الغاية ديالتنا هو أننا نجمعوا كل المقترحات اللي ممكن أنها تساعدنا في تقديم مذكرة متقدمة تتعلق بالمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة. علاش هذه المراجعة الشاملة؟ لأننا تنتوخوا منا تحقيق التوازن الأسري، تحقيق المصلحة الفضلى للطفل والحماية للمجتمع. هذه الثلاثية اللي بغيناها أننا نخرجوها كنتيجة التعديلات اللي غنقدموها اساسيه. علاش؟ لان الواقع الاسري اليوم في بلادنا تغير، ولات عندنا اشكال من الاسر. اليوم الطفل المغربي محتاج الكثير من الحقوق. المغرب موقع على الاتفاقيات الدوليه في مجال حقوق الانسان، المغرب عنده دستور متقدم في مجال حقوق الانسان. هذه الترسانه القانونيه، هذه التزامات المغرب الدولي في مجال حقوق الانسان خصها تنعكس على القانون ديال الاسره في بلادنا. اسرتنا اليوم ما بقاتش اسره ممتده، ولات اسره صغيره. هذه الاسره الصغيره عندها اشكالات، كاينه الاشكالات ديال الحضانه، ديال الطلاق، ديال الولاية الشرعية، ديال تزويج القاصرات، ديال النفقة، ديال المتعة. إشكالات كثيرة مرتبطة ب ب ب بإما بسوء تطبيق المدونة الحالية اللي هذه 18 سنة وحنا خدامين تنطبقوها، إما بأنه ما كايناش شهادات قضائية تساير التزامات المغرب الدولية في حقوق الإنسان، إما أن هذه المدونة الحالية ما بقاش تساير الواقع المغربي. إصلاح جذري وشامل مدونات الأسرة، هذا هو مطلبنا كنساء الاتحاديات. ولكن ما سنقدمه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل، تحقيقا للتوازن الأسري وحماية المجتمع في إطار التمغربية ديالنا وفي إطار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، الخطب الملكية والدستور المغربي. ميلا الطلبي، عضو الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات. اليوم كنعقدوا هاد الندوه اللي سميناها الندوه الوطنيه بشراكه وبتنسيق مع قطاع المحامون الاتحاديون حول المراجعه الشامله لمدونه الاسره، بعد ما انضمت المنظمه واحد تقريبا 40 لقاء و40 ندوه بخصوص مدونه الاحوال الشخصيه على ربوع المملكه. انضمنا، كاين اللي تنضم محليا، كاين اللي تنضم اقليميا، كاين اللي تنضم جهوي الى اخره. اليوم نتوج هذه اللقاءات بهذه الندوه الوطنيه، واللي غادي يشاركوا فيها يعني متخصصين ممارسين اللي لمسوا واللي وضعوا يديهم على الاخلالات اللي عرفتها تنزيل مدونه الاسره بعد 19 سنه من دخولها او حيز التنفيذ في المغرب. إذن بالنسبة لنا احنا في منظمة نساء الاتحاديات، في إطار برنامجنا النضالي الذي نخططناه في مؤتمرنا الوطني الأخير، ومن خلال الوثيقة السياسية للمؤتمر واللي طرحنا فيها مجموعة ديال يعني أشكال النضالية اللي غادي نخوضها بخصوص تمكين المرأة من جميع حقوقها السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية إلى آخره من الأمور. الآن كتجي مدونة الأسرة. لماذا مدونة الأسرة؟ مدونة الأسرة كاين نقاش الآن مجتمع أردنا أم أبينا، كاين خطاب ملكي كذلك، وسبقوا خطاب سابق كذلك اللي دائما يعني كاين إشارة بأن هذه المدونة أنها ما تمش تنزيلها تنزيل سليم، وأنها كذلك كاين واحد التجاوزات، بالإضافة أن المجتمع تجاوزها. ما يقع في المغرب من تحولات سريعة جدا إقليميا ودوليا كذلك. الحقوق التي صادق عليها المغرب، مواثيق الدولية واتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، كذلك مناهضة كل أشكال التمييز، بكين الى اخره من الاتفاقيات الدوليه اللي صادق عليها المغرب، واللي المغرب اختياريا اتخذ هذا القرار ديال المصادقه، وكذلك دستور 2011 اللي نص على مجموعه ديال الحقوق والمساواه بين المراه والرجل والمناصفه الى اخره. اذا في اطار اننا من بعد 2011 ما لامناش قوانيننا الوطنيه، وعلى راسها كاين مدونه الاسره. الدستور كيقول بان المواثيق الدوليه تسمو على القوانين الوطنيه، وحنا صادقنا اراديا. اذا هذه المواثيق الدوليه خاصها تدخل دابا مدونه الاسره، وخاص يوضح الاختيار. الدوله دارت الاختيار الديمقراطي، حنا كنعتبروا الاسره هي المدخل الأساسي لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي كينبني على مبادئ الإنصاف والعدل والمساواة. وبالتالي كنقول اليوم
أنا الأوان، حنا جايين اليوم باش غيكون نقاش هادئ، نقاش رزين، نقاش بالفعل ما كيغمضش عينيه على الواقع. يعني كنقولوا كنكشفوا الحقائق كما هي، وكنطالبوا بأن الدولة يعني تحمل مسؤوليتها الكاملة باش تكون في مصاف الدول الديمقراطية نظرا وتوفي بالتزاماتها. لا نطالبها سوى الوفاء بالتزاماتها اللي خدتها على عاتقها. وشكرا. إيمان الرازي، عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات. اليوم حنا في لقاء عبارة عن ندوة حول مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية المجتمع. هذا النشاط كيجي اليوم في إطار سلسلة الأنشطة الإشعاعية والترافعية اللي كتقوم بها المنظمة ديال النساء الاتحاديات من أجل التعريف بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، مراجعة شاملة وجدرية ما يحمي الأطفال في المستقبل، وما يحمي مصلحتهم الفضلة، وما يحمي الأسرة، ويحمي المجتمع من مجموعة من التراجعات التي نعيشها اليوم. إذا اليوم المنظمة عقد العزم على دورها الترافعي في إطار مراجعة القوانين المجحفة في حق النساء للحد من التمييز في حقهن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.